لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة البصائر، جثث بابل تكشف مخطط التغيير الديموغرافي في العراق. في موقع الهيئات، قيادي في الحشد يطالب بحل الجيش الحكومي وتسليم الميليشيات إدارة ملف الأمن. في القدس العربي، صور أقمار اصطناعية إسرائيلية، مستودع الذخيرة ببغداد تعرض لهجوم جوي. في صحيفة الزمان، دعوات غاضبة لإنقاذ بغداد من مخازن العتاد والأسلحة العشوائية. في صحيفة الحياة، قوات النظام تتقدم باتجاه خان شيخون والمعارضة تسقط طائرة في إدلب. في العربي الجديد، تمهيدا للمنطقة الآمنة، طائرات تركية مسيرة تحلق شمالية سوريا. وفي الشرق الأوسط، اتهامات لشركتين لبنانيتين بتهريم نفط إيران إلى سوريا. السلام عليكم. قرأنا في التاريخ عن الفترات المظلمة وعن عصور الانحطاط التي قد تمر بها أمة من الأمم أو بلد من البلدان، ولكن ما يمر به العراق اليوم تحت حكم هذا النظام المنحط لا يشبه أي من عصور الانحطاط ولا الفترات المظلمة التي ربما مرت على بلاد الرافدين. محمد الجميلي يقول في صحيفة البصائر إن الجرائم البشعة التي ارتكبها هذا النظام وأحزابه وميليشياته الحاقدة بحق أهل السنة يندلها جبين الإنسانية، وتكفي عناوينها ليعرف المنصف أي بلاء حل بأهل العراق. إن المجازر والمذابح التي ارتكبها هذا النظام المتعطش للدماء كمجزرة جامع سارية ومذبحة ساحة اعتصام الحويج على سبيل المثال للحصر، واختطاف الأبرياء والمغيبين قسرياً، وهذه السجون المكتظة بالأبرياء في ظل أوضاع لا تمت للآدمية بصلة، وتدمير المدن الآهلة بالسكان بحجة مكافحة الإرهاب، وتهجير الملايين من بيوتهم إلى معسكرات النزوح، وجرائم التغيير الديموغرافي التي تجري على قدم وساق. وهذه الجريمة الأخيرة، دفن المئات من الجثث باسم مجهولة الهوية، إن هي إلا عناوين لحكاية مؤلمة تلخص الواقع المأساوي الذي يعيشه العراقيون والسنة منهم على وجه الخصوص منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى اليوم. إن جثث 231 من جرف الصخر المنكوبة التي أعلن عن دفنها في كربلاء قبل أيام ليست مجهولة الهوية كما تدعي الحكومة وأجهزتها الأمنية والإدارية، وإن حشروا معها جثة من هنا أو هناك لخلط الأوراق كما يقال، بل هي معلومة الهوية يعرفها من قام بجريمة الخطف والتصفية والذي يريد طمسها بمقبرة جماعية في كربلاء. الكاتب يرى أن هذه جريمة مكتملة الأركان، فلا الجثث مجهولة الهوية ولا المجرم مجهول الهوية، فالضحايا معلومون يعرفهم ذووهم المنكوبون، والمجرم الذي هو معلوم أيضا قام بخطفهم أمام ذويهم وأخبرهم أنهم سيعودون إليهم بعد إجراء تحقيق روتيني معهم. ثم بعد هذه السنوات العجاف لم يرجع أحد إلى أهله، بل عميت أخبارهم وأصبحوا في قبور تحت لافتة مجهول الهوية. إن الوجه الآخر لهذه المأساة المؤلمة هو تبرير الجريمة أو نفيها أو الاستخفاف بها أو محاولة طمسها كما فعل رئيس البرلمان بصحبة وزير الداخلية، إذ خرج علينا محمد الحلبوسي بتصريح كاذب ومقتضب يؤكد فيه أن الجثث 31 فحسب، وشطب 200 التي أعلنها من قام بدفنها، ثم كذب مرة أخرى حين ادعى أن الجثث لا تعود للمغيبين من جرف الصخر، ثم ألقوا على مسامعنا موعظة بليغة في التحذير من الطائفية والفتنة، عودة إلى مقال محمد الجميلي في صحيفة البصائر. هل سمعتم بوقاحة مثل هذه؟ يخطفون الأبرياء ثم يغيبونهم لسنوات ثم يعلنون دفن المئات منهم بطريقة مهينة لهم ولذويهم وللكرامة الإنسانية،
ثم إذا أنكر منكر أو طالب مطالب بحقه في معرفة مصير أبنائه قيل له اسكت ولا تعدنا إلى مربع الطائفية. حسناً يا رئيس البرلمان، وحسناً أيتها الحكومة البائسة، ما دامت هذه الجثث ليست للمغيبين السنة من جرف الصخر كما تزعمون، فلتكشفوا لنا عن مصيرهم، ولتعيدوا الآلاف من المختطفين من جرف الصخر ومن الصقلاوية ومن سيطرة الرزازة إلى ذويهم وأهليهم، ولتعلموا أن تهديدكم وتخويفكم الناس بالطائفية لن يسكت صاحب حق عن المطالبة بحقه، وما ضاع حق وراءه مطالب. إن الحالة الكثيفة التي عليها رئيس البرلمان الحلبوسي صورة معبرة عن واقع السياسيين السنة الذين شاركوا النظام الدموي الطائفي بصمتهم أو تواطؤهم أو خذلانهم لأهلهم الذين وعدوهم بالكشف عن مصير مخطوفيهم وإعادتهم إليهم سالمين، ثم ها هم يعلنوها لهم بوقاحة وقلة أدب أن من يطالب بمعرفة مصير أبنائه فهو مثير للطائفية والفتنة. ألا في الفتنة سقطوا. الكاتب يرى أن السكوت على جرائم هذا النظام الفاشي سيكلف العراق وشعبه ثمناً باهظاً ليس من مليارات العراق المنهومة فحسب، بل من دماء أبنائه وأرواحهم ومستقبلهم، وسيكون القادم أشد سوءاً إن لم يقف الأحرار في هذا البلد وقفة جادة تنصف المظلوم وتحاسب المجرم أن المنفلت. أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رسمياً أن هناك اعتراضات سياسية حدودية وخصوصاً من الجارة إيران وأحزاب الحشد منعت عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة. إبراهيم الزبيدي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن عبد المهدي بهذا التصريح أعلن صراحة وبالقلم العريض أنه رئيس وزراء الحشد الشعبي، وأن طلبات إيران منه أوامر، أما شعبه فليس له عنده سوى التقية والكلام المعسول. المقصودة هنا عشرات المدن والقرى في محافظة ديالى وكركوك وصلاح الدين القريبة من حدود العراق مع إيران، رغم مرور أكثر من عامين على تحريرها من داعش، وبرغم وعود الحكام العراقيين بعودة أهلها المهجرين إليها دون إبطاء، كما أن هناك مدناً وقرى في محافظات أخرى كالأنبار ونينوى وبابل على حدود العراق مع السعودية والأردن وسوريا هي الأخرى تعتبر من المناطق المحررة من داعش، ولكن ممنوع على أهلها المهجرين أن يعودوا إليها، رغم كل ما عانوه على أيدي الدواعش وما عانوه على أيدي المحررين الحشديين، مع التذكير بأن ذلك يجري بالتزامن مع حملات حشدية عراقية حرسية ثورية إيرانية، وعلى مرأى الحكومات العراقية المتعاقبة ومسمعها لتنفيذ مخطط تغيير ديموغرافي يهدف إلى إسكان أسر موالية بدل أهلها السنة المعروفين برفضهم الثابت والمبدئي للاحتلال الإيراني، وذلك من أجل ضمان ولاء هذه المدن والقرى الكامل لدولة الولي الفقيه، وإدخالها ضمن حزام حماية القوافل الإيرانية العابرة إلى سوريا ولبنان، وكذلك لحرمان الولايات المتحدة وحلفائها العرب الآخرين من فرصة استخدام سكان تلك المناطق لكسر الهلال الشيعي الممتد من إيران وحتى شواطئ البحر المتوسط. الكاتب يقول إن الذين سبقوا عبد المهدي في الجلوس على الكرسي كانوا مثله دوارين ولفافين ومواطنين ومخلصين لدولة سيدهم الولي الفقيه، ولكنهم كانوا يسترون عوراتهم وينفذون الأوامر بصمت ومن وراء الستار، أما هو فقد أثبت أنه أقل منهم جميعا حياء من شعبه وأقل خوفا من ربه وأكثرهم احتقارا لما سيقول عنه المؤرخون. الصواريخ التي أرعبت بغداد مساء الاثنين وهي تنفجر عشوائياً في كل الاتجاهات منطلقة من مخازن في معسكر الصقر جنوبي المدينة تشبه تلك التي انطلقت بالطريقة نفسها خلال انفجار معسكر الشهداء في آمرلي شمال بغداد قبل أسابيع. مشرق عباس يرى في صحيفة الحياة
أن السيناريو تعرض معسكرين إلى قصف صهيوني بطائرة مسيرة يبرز بقوة حتى عندما تعلن السلطات الرسمية عن أسباب ذاتية لتلك التفجيرات. نظرية القصف الإسرائيلي كانت طرحت في بعض وسائل الإعلام العراقية والإيرانية وحتى الإسرائيلية بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر الأمريكي الإيراني في الخليج العربي، ولم تكن ترتبط بأي معلومات رسمية مؤكدة، ودارت على مستوى تحليلي في الغالب حول إطلاق واشنطن يد تل أبيب في قصف مواقع عراقية يشك بأنها تضم صواريخ باليستية إيرانية نقلت إلى العراق، ومن الممكن أن تستخدم في ضرب إسرائيل في حال اندلع نزاع عسكري إيراني أمريكي. الصمت الحكومي العراقي حول الموضوع بالنفي أو التأكيد كان بدوره فتح باب التأويلات، والموقف الحكومي محرج للغاية في التعاطي مع التفجيرات المتكررة. فمن جهة فإن الاعتراف بوجود صواريخ إيرانية في العراق قد يعد خرقاً لقرارات مجلس الأمن حول مدايات الصواريخ، ومن جهة أخرى فإن الاعتراف باستخدام الحشد الشعبي لمعسكرات حكومية لخزن أسلحة بطريقة سيئة تعرض حياة المدنيين للخطر يجعل الدولة شريكاً في تلك الحوادث. فيما أن القبول بسيناريو القصف الأمريكي أو الإسرائيلي للمعسكرات يغير معادلات ما يمكن وصفه بالتوازن الهش الذي يحاول العراق تثبيته بشق الأنفس من أجل الحفاظ على العلاقة مع واشنطن وطهران في آن واحد. ويختتم الكاتب بالقول إن تعرض معسكرات الحشد إلى قصف صهيوني لن يكون تفسيراً مستبعداً، خصوصاً في حال استمرت الأدوار الخارجية التي ما زالت بعض فصائل الحشد تحاول لعبها، والتهديدات التي تستمر في إطلاقها والتأكيدات المتصاعدة حول نيتها الاشتراك لصالح إيران في أي تصعيد عسكري في تلك المنطقة. قال صحيفة إنديبندنت عربية إن قرار رئيس الحكومة في بغداد عادل عبد المهدي بإغلاق منفذ سومار مندلي في محافظة ديالى عند الحدود مع إيران جاء بعد أن سجل تدفق المخدرات الإيرانية إلى العراق رقماً قياسياً خلال العام الحالي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن ميليشيات موالية لإيران تحكم سيطرتها على المنفذ وتستخدمه لتهريب البضائع والمخدرات. تقول المصادر إن السلع الإيرانية المرسلة عبر منفذ سومار مندلي تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى أداة لتهريب المخدرات إلى العراق بكميات كبيرة، وخلال العام الماضي تجاوزت أوزان البضائع الإيرانية المرسلة عبر هذا المنفذ الصغير جداً حاجز 1,000,000 طن بقيمة 1,300,000 دولار. واشتكى مسؤولون في هيئة المنافذ الحدودية إلى رئيس الوزراء من فوضى الإجراءات في المنفذ وسيطرة جماعات مسلحة عليه. وتضيف المصادر أن السلطات الإيرانية تغض النظر عن كل ما يراد تصديره إلى العراق عبر هذا المنفذ، مؤكدة أن ميليشيات عراقية موالية لإيران تضع بعضاً من عناصرها في هذا المنفذ لإجبار موظفيه على منح أذونات الدخول لكل ما يأتي من جانب الحدود الآخر. وأسهم هذا الوضع في تحويل مناطق في محافظة ديالى إلى مركز رئيسي لتوزيع المخدرات الآتية من إيران على مختلف أرجاء البلاد. ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم إن المخدرات الإيرانية تتصدر قائمة أساليب تمويل الجماعات العراقية الموالية لطهران، في حين يؤكد مسؤولو أمن أن المحققين في ملف المخدرات لديهم تقديرات دقيقة عن المجموعات المتورطة في عملية تسهيل دخول المخدرات الإيرانية، لكنهم يخشون اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتضيف الصحيفة أن السلطات العراقية فقدت سيطرتها على هذا المنفذ الحدودي مع إيران لصالح مجموعات مسلحة، حيث تحول في الفترة الأخيرة إلى أكبر بوابات التهريب، مشيرة إلى إقرار المسؤولين بأن قرار عبد المهدي إغلاق المنفذ يعكس عجز الدولة عن السيطرة على حدودها لا سيما مع إيران.
الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى صبيحة أول أيام عيد الأضحى تؤكد وجود أغراض سياسية محددة مرحلية في إطار استراتيجية بعيدة لتهويد القدس ومعالمها ورموزها الدينية. نبيل السهلي يرى في صحيفة العربية الجديد أن الاحتلال يعمل بشكل لافت على تصعيد عدوانه على القدس والمسجد الأقصى وصولاً إلى تقسيمه الزماني والمكاني بين المقدسيين والمستوطنين اليهود بغرض فرض الأمر الواقع التهويدي. لقد زادت وتيرة الاقتحامات التي قامت بها شخصيات ورموز سياسية دينية صهيونية لباحات المسجد الأقصى إلى جانب الدعوات المكثفة لمخطط تقسيم المسجد، وقد تم تكريس حيز كبير لها في إطار حملة الأحزاب الإسرائيلية للانتخابات المزمعة في 17 من سبتمبر أيلول المقبل، تهدف دولة الاحتلال من هذا التصعيد إلى تحقيق غرض محلي. تكثيف الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى وإقامة صلوات تلمودية مع هذه الاقتحامات حتى تبني على ذلك في المستقبل حق المطالبة الباطلة بتقسيم باطل للأقصى، كما فرضت مثل هذا التقسيم الباطل على المسجد الإبراهيمي في الخليل. واللافت أن إسرائيل لم تتوقف عند هذا الهدف المرحلي، فأغلب التصريحات والممارسات الصادرة عن قادة إسرائيليين وكذلك جماعات يهودية استيطانية تؤكد أن الاحتلال يطمع في النهاية ببناء هيكل أسطوري زائف على حساب الأقصى. وينطوي الاقتحام الأخطر لمستوطنين في أول أيام عيد الأضحى على مؤشرات ودلالات عن نية إسرائيل استغلال انحياز إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لمواقفها وتصوراتها، فضلاً عن تحولات المشهد العربي وانشغال الإعلام العربي بها للإطباق على مدينة القدس وتهويد مناحي الحياة فيها. وبحسب الكاتب فإن اقتحام المسجد الأقصى وتدنيس المستوطنين له يعكسان قرارات اتخذتها حكومة نتنياهو بغرض السيطرة على المسجد وفرض السيادة اليهودية المطلقة عليه، إذ لم تعد فكرة التقسيم مجرد شعار مرفوع بل باتت أمراً واقعاً ومقدمة لتهويد مدينة القدس. تعرض العاصمة الألمانية برلين على سائحيها خيار المشاركة في حملات تنظيف المدينة مقابل الاستفادة من جولات مجانية بحسب ما ذكر صحيفة الاتحاد الإماراتية. وقالت عضو مجلس حي بانكوف شرقية برلين رونا تيتيه إن المشروع فرصة جيدة لتوعية الأفراد بالسياحة المستدامة. وقال متحدث باسم الشركة التي ستنظم الجولات المجانية بالتعاون مع اثنين من أحياء برلين إن المشاركين في هذه الحملات قدروا للغاية تجربة الشعور بأنهم جزء من المدينة، ومن المخطط تنظيم 3 حملات تنظيف خلال هذا الشهر والشهر المقبل في متنزه ماور بارك، وهو متنزه يقع حيثما تم تشييد جدار برلين في السابق، وفي متنزه إرنست تيلمان المسمى على اسم القائد الشيوعي الذي قتل على يد النظام النازي عام 1944. اكتشف أطباء وجود طاقم أسنان في حلق عجوز بريطاني كان أجرى قبل 8 أيام عملية جراحية، ولكنه شعر بعدها بأوجاع ونزيف مفاجئ. ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط عانى العجوز البالغ من العمر 72 عاما من آلام مبرحة في حلقه ونزيف في فمه وشعور بالضيق في التنفس، ولم يتصور الأطباء يكون السبب هو سقوط طاقم أسنان المريض العجوز. ووصف الأطباء للمريض غسولاً للفم والمضادات الحيوية، ولكن الألام ظلت كما هي، فتقرر إجراء أشعة سينية له لتشخيص حالته، فأظهرت الأشعة وجود جسم معدني في حلقه. ومع التدقيق في شكل هذا الجسم الغريب تم التعرف على طبيعته أنه طاقم أسنان. قال المريض لاحقاً إنه فقده خلال إجراء عملية طارئة لإزالة ورم في جدار البطن. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.